سويسرا أيضا منعت ألمانيا من إرسال الذخائر السويسرية إلى صحيح. أوكرانيا، وبالتالي هل تعتقد نعم. بأن عدد الدول سيزداد، الدول التي ستحجم دعمها لأوكرانيا؟ طبعا، لأن هذه دول أوروبا كلها بالمناسبة حتى بما فيها بريطانيا يعني يلاحظون أن الرئيس زيلينسكي فلوديمير زيلينسكي يحاول أن يجر أوروبا كلها إلى حرب مع روسيا، وهذه خطيرة جدا، وهم يدركون ذلك. هم عانوا من حربين عالميتين مدمرتين قتلت أكثر من 250 مليون أوروبي وأمريكي، وهم يعلمون أن زيلينسكي غارق ويريد أن يتشبث ولو بقشة، ولذلك هم لا هم يمشون على حقل من الألغام في مسألة دعم زيلينسكي ودعم أوكرانيا. يعني لحد ثلاثة أيام، لحد أسبوع من الآن، كانوا يرفضون تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، لأن هذه الأسلحة أصلاً، وبعدين روسيا هددت وروسيا قامت بإسقاط طائرة الشحن أوكرانية تحمل مساعدات غربية، دمرت مستودعاً كبيراً للأسلحة الغربية كانت قادمة من بولندا. يعني هذه الأسلحة الثقيلة التي تدخل إلى 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 أوكرانيا عبر بولندا لا تلبس طاقية الإخفاء. يعني اليوم روسيا تحتفظ بالسوبرمسي، سكاي سوبرمسي، يعني بالفوقية الجوية، بالامتياز الجوي. يعني أوكرانيا كلها تحت مجهر القوات الروسية، فأين ستذهب هذه الأسلحة الثقيلة؟ ثم أن بوتين هدد في خطابه أمس بأن إرسال أسلحة ثقيلة أو دخول أي دولة أوروبية، وهنا يعني أعتقد بولندا، لأن بولندا لديها ثأر تاريخي من روسيا، لأنها كانت أولا مقسمة بين ألمانيا، لو تذكر، بين ألمانيا وروسيا في السنوات السابقة قبل انهيار الاتحاد السوفيتي. السؤال هنا دكتور علي، سيعتبر هذا حربا مباشرة مع أوروبا، وأنت تدرك ما معنى حرب مباشرة مع أوروبا، أنها ستؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وهذا ما أسألك عنه دكتور علي. يعني أنت تقول بأن هناك دول أوروبية تتفهم ما يفكر به بوتين أو ما فكر به عندما غزا أوكرانيا. السؤال هنا، ما سر التخوف الأوروبي من روسيا بيد أن أكثر ما يميز أوروبا هي الوحدة والاتحاد بشكل عام؟ هم يخافون على هذه الوحدة أو هذا الاتحاد من أن يجروا إلى حرب أوروبية روسية مدمرة. هم يعلمون أن روسيا تستطيع أن تحارب إلى 100 سنة من الآن، لا، ما عندها مشكلة. روسيا ليست إيران وليست العراق، روسيا دولة تصنع غذائها ودواءها وسلاحها، روسيا دولة عظمى، روسيا لم تستعمل سوى 1% من أسلحتها، من قدراتها العسكرية. يعني هو استعمل صواريخ كنجال أو صواريخ الخنجر، وشاهد الأوروبيون الأوكرانيون كيف استعملها عندما ضرب مستودعا للأسلحة الأوكرانية 36 مترا تحت الأرض. هذه فقط يعني جزء من الأسلحة، ثم وضع قواته النووية الرادعة على أهبة الاستعداد. أي دولة تمتلك سلاحا نوويا، الدول الأخرى التي تمتلك أسلحة نووية مثلها تعمل لها ألف حساب، لأن هذه الأسلحة النووية رادعة، deterring، تردع أي دولة أخرى تفكر في محاربة روسيا. ولذلك يعني عندما غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير شباط على سبيل المثال، لم تتنادى الدول الأوروبية، على الأقل دعك عن الولايات المتحدة الأمريكية، أو دعك عن الدول الأوروبية من خلال الناتو، الدول الأوروبية من خلال الاتحاد الأوروبي لم تتنادى إلى تشكيل تحالف لإخراج روسيا من أوكرانيا كما فعلوا عندما غزا العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين الكويت على سبيل المثال. لماذا؟ لأن هم يتفهمون أن لروسيا حقوقا في داخل أوكرانيا، ولها حقوقا في أيضا في بولندا، ولها لهم يعرفون ذلك، يدركون ذلك تماما، وأن هذا نتيجة من نتائج انهيار الاتحاد السوفيتي. دكتور علي